بعد أن شهدت الأسابيع الماضية الكثير من الجدل والتساؤل عن طبيعة وشأن الحكومة الفلسطينية المستقبلية، تأتي الملامح والإشارات من خلال التسريبات الإعلامية، إضافة إلى ما يتم تمريره من أصحاب الشأن والعلاقة. وسائل إعلام فلسطينية تقول إن الرئيس محمود عباس يحدد اسم رئيس الوزراء الجديد خلفا لمحمد الشتية، لتقترب مؤشرات التكليف من طابع الاختيار المتناسب مع المرحلة المقبلة ومتطلباتها. الاختيار وفق التسريبات أو ما يتم تمريره يؤكد أن الطابع الاقتصادي والاختصاص المستقل هو اللون الغالب على شكل الحكومة. أما عن الاسم فقد يستقر الرئيس عباس على اسمه واختيار محمد مصطفى لرئاسة الوزراء. عن الاختيار وأسبابه، فقد عمل مصطفى سابقا مديرا لدائرة صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، كما عين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس. محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن صاحب القرار في تركيبة الحكومة المقبلة هو الرئيس، مع تأكيده على وجوب رضا كل الفلسطينيين عن تشكيلتها، غير أن اللافت في تصريحه أي الهباش هو دعوته لحركة حماس بتسليم مقاليد الإدارة في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية وتداخلها مع قرب التشكيل الحكومي. للمزيد راح بضيف من رام الله المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، وكذلك من مدينة رام الله المحللة السياسية تمارا حداد. أهلا بكما سيد عبد الفتاح. سأبدأ معك وأنت متحدث باسم حركة فتح. يعني محمد الشتية محمد الألقاب كان قد قدم استقالته للرئيس محمود عباس في 26 من فبراير الماضي، أي مضى وقت على هذه الاستقالة، وحتى الآن لا تكليف لا اتفاق على الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية في ظرف صعب ودقيق. هل لذلك أسباب ومبررات؟ مساء الخير لك بداية أستاذ طارق، ورمضان مبارك عليكم وعلى الأردن الحبيب شعبا وقيادة، ونعم أن يكون هذا الشهر المبارك سلاما على شعبنا الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة. وكل التحية لضيفتك الكريمة السيدة تمارا. أيضا يعني نعم، ما تفضلت به، هذه مرحلة حساسة وتتطلب على ما يبدو جهدا مختلفا في سبيل مواجهة هذا العدوان وفي سبيل إعادة الحياة إلى قطاع غزة وإغاثة قطاع غزة وإعمار قطاع غزة. لكن من المهم أن نصل لليوم الأخير للعدوان قبل أن نتحدث عن اليوم الأول ما بعد العدوان، رغم أهميته، على اعتبار أننا في الشهر السادس وآلة القتل لم تتوقف يوما بحق شعبنا الفلسطيني، بل اليوم أضيفت لها سلاح التجويع. الدكتور محمد الشتية عندما تقدم باستقالته، لربما من يقرأ استقالة الدكتور محمد الشتية جيدا يفهم أن في الأمر مسارا من المهم الالتفات عليه، أن الأمر عندما نتحدث عن حكومة جديدة فإن الموضوع يعني أكثر أهمية مما أن نقول حكومة جديدة، أن نذلل العقبات أمام هذه الحكومة الجديدة، وأن يعني ندرك أن هناك 3 قضايا يجب أن ننتبه إليها جيدا. الأولى أن هناك عدوانا يستهدف هذه الحكومة كما استهدف التي قبلها وكما يستهدف كل أداء عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو من يعيق عمل هذه الحكومات، وبالتالي يجب على هذا العائق الذي يشكله الاحتلال أن ينتهي،
ثم أن هذه الحكومة ستعمل في قطاع غزة إلى جانب الضفة الفلسطينية، فكيف لها أن تعمل في القطاع تحت النار وفي ظل الاستمرار العدوان وفي ظل محاولة والحديث عن إعادة السيطرة وإعادة احتلال القطاع؟ وبالتالي كيف نريد أن يكون هناك حكومة في ظل وجود الاحتلال؟ يجب أن ينتهي العدوان وأن توفر الظروف الملائمة لهذه الحكومة، ثم أن هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي والتعاطي مع المجتمع الدولي وأن تكون مقبولة دوليا في ظل هذا الظرف المختلف، وكذلك يجب أن نذلل من أمامها العقبة الداخلية، هي ستكون في قطاع غزة وحماس موجودة في قطاع غزة، ما هو شكل العلاقة الذي سيكون مع هذه الحكومة ومع الأخوة في حركة حماس؟ وبالتالي هذه القضايا يجب أن تذلل من أمام أي حكومة قادمة حتى تكون قادرة على العبور بهذه المرحلة الفارقة وأن تقوم بدورها المنوط بها على أكمل وجه دون أي عوائق، وإلا فما حاجتنا إلى حكومة جديدة في ظل حكومة قائمة وموجودة؟ نعم هي الآن حكومة تسيير أعمال، لكن إن كانت العوائق موجودة الحكومة لن تنجح. طيب هذا كلام جميل، أجل فيه الكثير من المنطق في التحليل والأسباب نظرا للتحديات والعقبات التي تقف أمام أي حكومة فلسطينية تشكل حتى الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال. سيدة تمارا حداد، إذا كان الأمر كذلك هل تعتقدين أن ربما استعجل الدكتور محمد شتاية تقديم استقالته؟ لماذا لم يجري الانتظار ربما حتى يتم تحليل فك العقد التي تواجه تشكيل أي حكومة جديدة منذ أيام، ووسم محمد مصطفى الدكتور محمد مصطفى يجري تداوله بشكل قوي؟ إذا عمر هذه الحكومة لتسيير الأعمال ربما سيطول كإحدى الحكومات الفلسطينية الذي امتدت لسنوات ولم تتشكل حكومة. إذا كنا لسه ننتظر هذه التحديات فإن ذلك يعني سيزيد من أمد وعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الحاجة لتسيير أمور الفلسطينيين والمضي في الإصلاح المطلوب في الضفة الغربية. كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟ بداية أسعد الله مساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفك الكريم ومشاهدينكم. بالفعل هذه الحكومة المرتقبة التي ينظر إليها الشارع الفلسطيني من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالتحديد في الواقع قطاع غزة، هناك استمرار في العدوان على قطاع غزة، وهذا الأمر بحاجة إلى ترقب، بحاجة إلى أن يكون هناك بالفعل حكومة تستطيع أن تواجه التحديات، سواء كان التحديات الأمنية، التحديات السياسية، التحديات الاقتصادية، أمام المعرقل الأساسي أمام نجاح أي حكومة مستقبلية، وهو وجود الاحتلال، وجود الاحتلال الذي يسيطر على الموارد الطبيعية، الذي يسيطر على الواقع الجغرافي. هناك في مخططات في الواقع الإسرائيلي وهي عملية الشردمة الجغرافية، بالإضافة إلى المستقبل في الشردمة الديموغرافية أو السكانية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قطاع غزة. باعتقادي أي حكومة مستقبلية يجب أن تكون هذه العقل المدبر، العقل المدبر في عملية ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، بالتحديد فيما يتعلق ترتيب الهيكلية الحكومية، ترتيب أيضا الأجهزة الأمنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ترتيب البعد المؤسساتي بين الضفة الغربية وأيضا قطاع غزة، بالإضافة إلى ترتيب واقع الإصلاحات المستقبلية التي هي بالفعل بحاجة إليها الوضع الفلسطيني. صحيح أن تم استقالة حكومة محمد أشتية، قد تكون هذه تهيئة للمستقبل، نظرا أن واقع المستقبل بحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي، وترتيب البيت الداخلي لا يتأتى إلا بترتيب هذه المؤسسات، توحد هذه المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أعتقد أن عملية الاستقالة جاءت من منظور إعطاء المجال لكل الفصائل الوطنية الفلسطينية أن تنطلق تحت إطار وأن تنطوي تحت إطار منظمة التحرير والبرنامج السياسي الموحد تحت إطار منظمة التحرير. أعتقد تم إعطاء المجال من قبل القيادة الفلسطيني في هذا السياق، بالتحديد لحركة حماس أو الجهاد الإسلامي، أن يتم الانطواء تحت إطار هذا النظام السياسي، أن يكون هناك قرار السلم والحرب واحدة، أن تكون هناك يعني مقاومة موحدة بين كلا الطرفين. لكن ذلك سيدة تمارا، الحكومة المستقبلية هي من المفترض أن تكون حكومة توافق.
هذه ما أشرت إليه، إعادة ترتيب البيت الداخلي للخيرات وحركة حماس والجهاد الإسلامي في إطار البيت الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطيني، وكذلك الاتفاق على البرنامج السياسي، هذا لا يتحقق وقد يستغرق وقتا طويلا. الحاجة ملحة اليوم لإحداث التغيير اللازم لمصلحة الشعب الفلسطيني، أليس هذا هو الأمر الملح والضروري؟ أي أن تكون الحكومة المقبلة حكومة قادرة على مواجهة العقبات، وليس انتظار أن تحل تلك العقبات وتأتي هي لتقوم بالأدوار المطلوبة منها. لا نسمع ربما عن حوار قائم بين حماس وفتح فيما يتعلق باليوم التالي الحرب وكيفية الإدارة. الأمريكان يتحركون بشكل أسرع، الإسرائيليين يفعلون كذلك، التصورات تأتي من هنا وهناك، ولا نسمع عن تصور قادم من الأراضي الفلسطينية. سيد الدولة، هل الإشكالية القائمة حاليا حول المواصفات التي يجب أن تتوفر في شخصية رئيس الحكومة، ومن هم الوزراء الذين سيكونوا بإمكانهم القيام بالأدوار وأن تكون تلك الحكومة قبولة إسرائيليا عربيا وكذلك دوليا على اسم رئيسها وكذلك على الوزراء الذين سيستلمون مهامهم ووظائفهم؟ لذلك الحكومة القادمة ستأخذ شكل حكومة الكفاءات ولن تكون حكومة فصائل، والأهم من أن تكون مقبولة. نعم نريد لكل الأطراف أن تتعامل معها، لكن مهم لنا فلسطينيا أن لا يسعى أي طرف بفرض إرادته علينا فلسطينيا. يعني نحن لا نريد حكومة تخضع لشروط الاحتلال وإملاءات الأمريكان، نريد حكومة كفاءات قادرة على التحليق بهذه المرحلة الصعبة والحساسة والفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، وأن يتعامل معها كل الأطراف دون وضع أي عقبات أمام عملها. وبالتالي نحن قادرون فلسطينيا على أن نجد هذه الحكومة، وهذا من السيد الرئيس محمود عباس، هو من يكلف هذه الحكومة بحكم القانون الأساسي الفلسطيني. وهذه الحكومة بكل تأكيد يعني هي حكومة الشعب الفلسطيني وهي حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن المهم أن يكون هناك إجماعا وقبولا فلسطينيا عاما عليها، يعني حتى يعني نستطيع أن نذلل من أمامها العقبات الخارجية. داخليا يجب أن نشكل لهذه الحكومة كل عوامل النجاح من خلال القبول بها ومن خلال دعمها ومساعدتها وعدم إعاقة عملها. لن يكون صعبا علينا فلسطينيا ذلك، لكن الأهم أن يكون المجتمع الدولي جادا وأن تكون أمريكا جادة في التحرك الفوري لإنهاء العدوان عن شعبنا الفلسطيني ولتهيئة الأوضاع لهذه الحكومة للقيام بعملها. ثم أننا نعم ربما ليس هناك أحاديثا مباشرة مع الأخوة في حركة حماس، لكن لقاء موسكو وإن لم يكن كما ينبغي لكن كان لقاء إيجابيا، وخرج عنه بيانا للمرة الأولى توقع عليه حركة حماس والجهاد الإسلامي، وهو يتحدث بشكل واضح أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ثم أننا نتحدث بشكل مباشر مع أشقائنا العرب، وهناك 6 دول عربية يعني لها ثقل ودور مهم، وهي تتبنى الموقف الفلسطيني والسياسي وتسعى جاهدة لأن ينتهي العدوان عن شعبنا وأن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها وصولا لمسار سياسي حقيقي يفضي إلى الدولة الفلسطينية، منها الأردن الشقيقة، مصر، الإمارات، السعودية، قطر، وكان هناك لقاء سياسيا في السعودية وربما سيتكرر هذا اللقاء قريبا. هذه المواقف كلها منسقة اليوم لبلورة موقف عربي فلسطيني ثابت تجاه الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، الضغط على الاحتلال لوقف العدوان حتى يتسنى للفلسطينيين أن يديروا شؤونهم الداخلية فلسطينيا عبر حكومة كفاءات يتوافق عليها الجميع ويرضى عنها الجميع وتتمكن من العمل مع الجميع في كل الظروف الحالية، وأن لا تتعامل أمريكا بسلبية مع الموقف الفلسطيني والإرادة الفلسطينية والرغبة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في اختيار شكل هذه الحكومة. ولذلك نحن نتحدث دائما مع أشقائنا العرب في ذلك لبلورة الموقف وحتى يكون الموقف الفلسطيني مدعوما عربيا، وهذا ما يحدث. طيب هنا سيدة تمارا، يعني عندما يشير الأستاذ عبد الفتاح بأنه متوافق عليها من الداخل وكذلك من الخارج، لأن التحديات كبيرة، إعادة الإعمار، تسويق الحل السياسي، طالما أن بعض الدول أو الكثير من الدول باتت تتحدث عن حل الدولتين وأن يكون هناك أفق سياسي يقود إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، هل يعني بذلك بالضرورة التوافق الفلسطيني، التوافق الوطني، أن تكون حماس موافقة على خطها وسيرها وإدارتها لقطاع غزة، هل هذا من الضروري واللازم؟
إذا تحدثنا بكل واقعية، أولا الواقع الأمريكي حتى على مستوى أيضا الواقع الإسرائيلي، لا يريدون حركة حماس على أرض الواقع، هم يحاولون قدر الإمكان إنهاء وجود حركة حماس، وهذا ما تم الإشارة إليه في الواقع الإسرائيلي والمخططات الإسرائيلية فيما يتعلق القضاء على حركة حماس وإنهاء وجودها وإنهاء الحكم. أعتقد أن القادم المستقبل يجب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني حتى بالفعل أن يواجهوا هذه التحديات التي يواجهون حتى على مستوى الحكومة التقنقراطية. مهمة جدا هذه الحكومة، يعني إذا تحدثنا بكل واقع من ناحية إدارية، أن واقع الحكومة هي عبارة عن سلطة تنفيذية، هي سلطة تنفيذية تنفذ القوانين، تنفذ ما هي المهام المستقبلية حتى تسهل عمل المواطنين المدنيين بما يتعلق الواقع المعاشي الإداري الاقتصادي. ليس له علاقة، إذا تحدثنا بكل واقعية هذه الحكومة ليس لها علاقة بالواقع السياسي. الواقع السياسي بالتحديد في الحالة الفلسطينية لا يعطي أي نتائج إيجابية إلا إذا كان يجب أن هناك توافق. إذا تحدثنا بكل واقعية وبكل حياد، هذه الحكومة يجب أن تنظر إلى الواقع الفلسطيني، إلى ترتيب واقع الإعمار، إلى ترتيب توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعتقد أن هذا الأمر بحاجة بالفعل أن يكون هناك ترتيب داخل الواقع الفلسطيني، ثم النظر إلى أيضا أن يكون هناك موافقة حقيقية بين جميع الفصائل، وأن تكون هذه الحكومة منفصلة كليا عن الواقع السياسي. إذا كان هناك واقع سياسي في عمل هذه الحكومة سوف تنتهي هذه الحكومة إلى فشل نتيجة أمام التحديات والمعارقات. ناهيك أن المجتمع الأوروبي لا يريد تواجد حركة حماس، لا يوجد هناك يعني تواجد، هم يريدون أن تكون هذه الحكومة بمنأى عن الواقع السياسي، ليس فقط على مستوى حركة حماس أو حركة الجهاد. نحن نتحدث بواقع حكومة لها علاقة بالبعد التنفيذي، لها علاقة بالبعد الإداري، لها علاقة بالمؤسسات العامة، لها علاقة بالأجهزة الأمنية، لها علاقة بتسيير شؤون المواطنين الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الأمر بحاجة بالفعل إلى أن يكون هناك النظر من جميع الفصائل. يجب إنجاح هذه الحكومة حتى يتسنى مواجهة التحديات ومواجهة المعرقلات. كون أن هذه الحكومة لن تكون بمنأى عن الواقع الإقليم، لن تكون بمنأى عن المجتمع الأوروبي أو حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك شروط لأي حكومة حتى على مستوى، ليس فقط على الحالة الفلسطينية، حتى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أي حكومة يجب أن تكون تحت إطار التوازنات الإقليمية والتوازنات الدولية، وأن تعترف بالشرعية الدولية والقانون الدولي. هذا هو منظور الولايات المتحدة الأمريكية التي تريدها في أي حكومة مستقبلية، وأن انظر إلى مهام ومعاش الواقع الفلسطيني، ترتيب الحالة المعاشية الإدارية وجلب الأموال، بمعنى أن هذه الحكومة عليها عاتق كيف سوف تؤتي بالأموال من أجل الإعمار، من أجل أن يكون هناك رواتب للموظفين، أن يكون هناك على الأقل المقاصة أن تأتي بالشكل المناسب، أن لا يكون هناك إنقاص أو تخفيض في بعد المقاصة للشعب الفلسطيني. فبالتالي إذا كان هذه الحكومة بعيدة عن كل البعد عن الواقع السياسي أعتقد أنها سوف تنجح. أما إذا كان هناك تدخلات سياسية من هنا أو هناك، وهذه التدخلات السياسية لديها أجندات خارجية، أعتقد أنها سوف تفشل. الواقع الفلسطيني بحاجة أن يكون هناك قرار مستقل بعيد عن كل الأجندات الخارجية التي تضر بالحالة الفلسطينية ولا تنفع الحالة الفلسطينية. الحالة الفلسطينية بحاجة إلى توحد داخلي فلسطيني مستقل بعيد عن كل الأبعاد السياسية الخارجية، وبعيد أيضا عن واقع التدخلات الخارجية، حتى ينجح تنجح الحالة الفلسطينية وترتيب الوضع بين الضفة الغربية وأيضا واقع قطاع غزة. أنا أشكرك من رام الله المحللة السياسية تمارا حداد، وأشكر ضيفي من رام الله كذلك المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة. شكرا جزيلا لكما.